كلب جبلي ضخم جدا وشجاعته ملهاش حدود، بيتميز بالسرعة الفائقة واللي بتعادل سرعة النمور تقريبا، ده غير الذكاء والشراسة والجسم العضلي المميز. كلب وفي ومطيع وممكن يدافع عن صاحبه حتى الموت. اهلا بيكم متابعينا الكرام، انا محمد جابر، والنهاردة هكلمكم عن 5 حقائق مثيرة عن كلب الكنجال التركي. ولكن قبل ما نبدأ، ولو كنتم من محبين الكلاب والحيوانات فيبسطنا جدا لو عملتم اشتراك في القناة وانضمتوا لعيلتنا الكبيرة، وطبعا ما تنسوش تعملوا اعجاب بالفيديو ومشاركة ليه مع اصدقائكم. ويلا بينا نبدأ. على الرغم من قوة وشهرة كلب البيتبول المعروفة عند كتير من البشر، ولكن خبراء الكلاب بيصنفوا الكنجال كأقوى كلب في العالم بلا منازع، وبيعتقدوا كمان انه أقوى وأشرس من كلب البيتبول بكتير، ولكنه مش واخد نفس نصيب البيتبول من الشهرة. عضة كلب الكنجال بتصل قوتها ل 743 رطل، وبكده بتكون أقوى حتى من عضة الأسد واللي بتبلغ قوتها 650 رطل فقط، وبالتالي عضة كلب الكنجال بتعتبر أقوى من كل كلاب العالم. كلب الكنجال التركي فتاك لكل الحيوانات المفترسة حرفيا، وبيستخدم في بعض البلدان في مراهنات الكلاب الشرسة. الكنجال بيجمع ما بين الضخامة والسرعة والخفة والرشاقة، ودي حاجة بتميزه عن كل الكلاب الضخمة بطيئة الحركة. ضيف عندك كمان ان سرعته بتصل ل 56 كيلومتر في الساعة، ودي سرعة بتعادل سرعة النمر تقريبا، واللي بتقدر ب 58 كيلومتر في الساعة. كلب الكنجال التركي واضح جدا من اسمه ان موطنه الاصلي تركيا، وبيعتبر احد سلالات الماستف القديمة. بيطلق عليه في المعتاد اسم اسد الاناضول او كلب الراعي الكردي، وده بسبب قوته وضخامته وشراسته المفرطة. الكنجال كان بيستخدم قديما في حراسة المواشي من كل الحيوانات المفترسة، زي الضباع وبنقاوي والدببة والذئاب، وحاليا بيتم استخدامه في ناميبيا للمساعدة في حماية الماشية من هجمات الفهود. الكنجال بيعتبر كلب حراسة من الطراز الأول، وبيفضل دايما البقاء في الأماكن المرتفعة عشان يقدر يراقب المكان من كل الاتجاهات، يعني كأنك مربي قناص محترف في بيتك بالظبط. غريزة المراقبة وحماية الآخرين عند الكلب ده مرتفعة جدا، ومش بيحب إطلاقا يتعامل مع الغرباء من البشر، ولكن تأكد إنه مش هيهاجمك أبدا من غير سبب. طول ما أنت في حالك ومقربتش من صاحبه، هيفضل الكنجال هو كمان هادي وفي حاله. أما لو فكرت تهاجم صاحبه أو المكان اللي بيحرسه، فهتتفاجئ برد فعل قوي وعنيف جدا. كلب الكنجال بيعتبر كلب مسيطر بطبيعته، وبيحب يعيش وسط مجموعة يحس فيها إنه ترتيبه الأول عليهم، وعشان كده لازم يتم تدريبه من صغره على إن صاحبه وعيلته أعلى منه في الرتبة، وإنهم ممكن يصدروا له الأوامر في أي وقت ولازم يسمع كلامهم. وفي النهاية لو كنت بتفكر في كلب حراسة يحميك وينجز لك كل المهام، فما اعتقدش عمرك هتلاقي أقوى وأفضل من كلب الكنجال التركي. يا ترى إيه أكتر حاجة لفتت نظركم في كلب الكنجال؟ هستنى رأيكم تحت في التعليقات، وهستناكم تقولولي كمان لو في كلاب تانية حابين نتكلم عنها في حلقاتنا الجاية. أما بقى لو أول مرة تشرفونا، فياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات على الكل، وده عشان توصلكم كل فيديوهاتنا عن الكلاب والحيوانات بشكل عام. وما تنسوش كمان الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم. كان معاكم محمد جابر، واشوفكم قريب جدا في حلقة جديدة.